دلوقتي هنعرف مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، كمان أهم المباريات اللي هتلعب في الدوري المصري، بالإضافة إلى طبعا مباراة منتخب مصر الأولمبي مع نظيره المغربي في نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات هتبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة والأراضي الزراعية في المحافظات، واللي هتستمر لحد يوم 28 من نفس الشهر. النهاردة أعلن مركز جزويت القاهرة الثقافي عودة نادي السينما بعد تعليقه فترة لتطويره وتحسين الخدمة اللي بيقدمها للجمهور. هيبدأ النادي عروضه بفيلم The Whale للمخرج دارين أرنوفسكي في تمام الساعة 7 مساء بنادي سينما الجزويت. النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة قوية في إطار نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة، هتجمع بين منتخب مصر الأولمبي مع نظيره المغربي في تمام الساعة 11 بالليل بتوقيت القاهرة. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين، المباراة الأولى والمؤجلة من الجولة 21 من عمر المسابقة هتجمع بين الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة 7 مساء، والساعة 9 بالليل هيلتقي الزمالك مع فيوتشر في إطار الجولة 33 من عمر المسابقة.